هي اللي انشات الدوله يوم ما مينا وحد القطرين، والدوله الحديثه ساعه لما محمد علي انشا الجيش كان موجود والشعب بيحبها زي ما بيحب الدين برضه وبيحبك. وبالتالي لازم يبقى في توازن واتزان ما بين كل السلطات اللي موجوده، عشان انت محتاج كل السلطات عشان تحقق مشروع النهضه. لو سلطه واحده مش وياك مش هتحقق مشروع النهضه. احنا عايزين الفرحه دي تتحول لوقود قوي ياخد بلدنا مصر قدام. مصر. وبعد كده نجاحك في مصر يا دكتور، حتى لو انت عندك مشروع وحدة، مشروع بيسموه خلافة، أي لازم تنجح في مصر، ومش هتنجح في مصر إلا بينا كلنا. فبالتالي أيها الأخوة المواطنون، المواطنون إخوة والأخوات ومسيحيون من كل أرجاء مصر المعمورة، شكلك هترشح نفسك رئاسة القدم. ما هو ده يبقى، ما هي دي بقى لما نكتب الدستور هيبقى في ضمان تداول السلطة. فبالتالي الأستاذ علاء أي إنسان في مصر بيبقى عنده الأمل لتداول السلطة. ومن هنا ورايح هنكتب برضو في الدستور إن لما أي سياسي يتكلم يتكلم ببرامج تخدم الشعب مش بمشاعر الشعب، وهو ده التقدم الحقيقي. الاستمالات كانت ايه بقى في الخطاب؟ هو في جزء بالاساس استمالات دينيه، جزء منها استمالات عاطفيه عائليه، يعني من التعبير اللي هو احبائي احبائي وده تعبير بيشيع في الخطاب الاخواني خاصه في التجمعات اللي هي الحميمه، وهو استخدم يعني هو يعني في التجمعات الاخوانيه يقولوا البعض احبائي ورددوا معي على اعتبار الخطاب التلقين اللي هو جزء من الشعائر اللي هو يعني انا امل انه يكون في خطاب اكثر حرفيه، وبالتالي الخطاب الحرفي اللي هو مؤسسة احترافية، مؤسسة الرئاسة لابد انها تكون مؤسسة احترافية. الخطاب الحرفي هيجنبنا مشكلات الارتجال، لان جزء كبير جدا من المشكلات اللي ظهرت في الخطاب كانت بسبب الارتجال. الخطاب اتعمل كالآتي: نص مكتوب. النص المكتوب كان بيقطعوا ارتجالات، الارتجالات دي معظمها تكرار لفظي ومعنوي، يعني اشكال من التكرار اما بنفس الكلام اللي هيتقال او يتقال او بيحور في بتحوير في الصياغه. مشكله الارتجال في الحقيقه انه بيسيب الشخص للتراث بتاعه اللي هو بيسيطر عليه. ده في مؤسسه الرئاسه النصيحه الاساسيه اللي توجهت للرئيس المخلوع حسني مبارك في منتصف التسعينيات هي توقف عن الارتجال طبعا. وفي قبل كده كان بيرتجل، كان بيقول بلايك وفي الدراسه المهمه جدا عن خطب رئيس مبارك بتقول انه بالفعل منذ يعني منتصف التسعينات كان هناك سألها انت متجوزه؟ قالت له لا، قال لها عندك كام عيل؟ ولا كاس افريقيا لما بيقولوا له مصر كسبت كاس افريقيا قال لهم اهم حاجه انه فضل في افريقيا. والله العظيم والله كانت جميله. مفيش مشكله في ان انا اقرا من النص، اذا كان في مشكله في ان انا محتاج ان انا التواصل البصري خايف ان انا في ايده ونتيجه ان انا ببص في ورقه كتير، في تقنيات كتيره، في حاجه اسمها تيلي سكرين ممكن ان انا اقرا منها وبالتالي احافظ على التواصل البصري مع الجمهور. لكن ما يكونش البديل هو ان انا اقطع النص ما بين قراءه، اقطع الخطبه او البيان ما بين قراءه من نص معد سلفا المفترض ان هو شامل كل حاجه وارتجالات في النص، خروج على النص. الخروجات دي للاسف الشديد هي اللي ولدت المخاوف. كل اللي ظهر، كل العناصر اللي اثارت المخاوف هي نتيجه للارتجالات. على الرغم من انه في الخطاب المهم اللي هو في الرابعه مساء فجر صباح كان بيتكلم كويس بالضبط كده، لانه هنا احنا كنا بنعتمد على الذاكره انه الخطاب اعد، ما كانش مكتوب في ورقه، في اعتماد على الذاكره وتم اداؤه من الذاكره، فكان اداء جيد ومتميز. فهي المفترض المستشارين اللي حوالين يعني سياده الرئيس كان حافظ، يعني كان ناجح قبل ما يخش الانتخابات يعني فحافظ الخطاب ولا ايه؟ لا، المساله مش بالشكل ده. في الحقيقه انه كان مذاكر يعني في الحقيقه انه في نوعين من الذاكره، في حاجه اسمها ذاكره طويله المدى وذاكره قصيره المدى. الذاكره قصيره المدى ممكن في لحظه في وقت محدود جدا انها تحتفظ بقدر محدود من الكلمات، والخطاب ما كانش كبير في وقت زمني محدود. الى جانب انه في نقطه مهمه، ان انا متخيل انه السياسيين المحترفين عاده ما بيعدوا خطابات لكل حاجه.